إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات السبع والأرضين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن خيرية هذه الأمة ترتبط ارتباطا وثيقا بدعوتها للحق وحمايتها للدين ومحاربتها للباطل، ذلك أن قيامها بهذا الواجب يحقق لها التمكين في الأرض ورفع راية التوحيد وتحكيم شرع الله ودينه، وهذا هو ما يميزها عن غيرها من الأمم ويجعل لها من المكانة ما ليس لغيرها. ولذلك امتدحها الله تعالى سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عباد الله، إن التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر من أحد الأشراط المهمة للنصر والتمكين لهذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقد روي إمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لقد بين الحديث أن إنكار المنكر على مراتب ثلاث: التغيير باليد، والتغيير باللسان، والتغيير بالقلب. ومن أسباب اللعن والهلاك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وعن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أو شك أن يؤمهم الله بعقابه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تبعونه فلا يستجاب لكم. بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني
ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات والحمد لله على كل حال. All praises and thanks are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We thank him for life. We thank him for making us human beings. If he had decided, he would have created something else, animals or whatever it is. So we thank him for that. On top of that, we thank him for making us Muslim, because he has a lot of servants. All the human beings are servants, slaves of Allah. And Allah make easy you and I. We are Muslim. So we thank him for that. Not only that, we thank him because he put us among the Ummah of Rasulullah, the best of the Prophet and Messengers. And he is the Imam, the leader of the Messengers. So we thank him for that. And we thank him for Quran, the best of the books he has sent down. We thank him for that. And we pray, we testify, and bear witness that there's no God, no true God who deserves to be worshipped, except Allah subhanahu wa ta'ala alone, without any partner. And we bear witness, testify that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger, and he's a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. We are praying and asking Allah to send salutations and blessings upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And as a reminder also, especially Muslim, you have to have your way of always making salat upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the key for you to have success in this dunya and the hereafter. So may Allah give us time to have that. And especially the night of Thursday, all the way before Maghrib of today. Make a salat upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And we always repeat, you're not going to praise or you're not going to ask Allah to make salat upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam unless the way the Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught you. And we all have the way, the authentic saying of, you know, the way you should say Allahumma salli ala Muhammad. So may Allah make easy for us. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.